طيب ننتقل إلى الحديث التالي، من يعرفنا برواة هذا الإسناد؟ تعرفت؟ تفضل. أبو النعمان هو الفضل بن دكين، واسمه دكين عمرو بن حماد بن زهير التيمي. أبو النعمان من يساعده؟ تفضل. نعم، إذن كما قال أخونا أبو النعمان محمد بن الفضل السدوسي البصري لقبه عالم ثقة ثبت، مات سنة 23 و200. نعم. جرير بن حازم بن زيد بن عبد الله الأزدي أبو النضر البصري والد وهب، مات سنة 70 و100. قتادة بن دعامة بن قتادة السدوسي أبو الخطاب البصري ثقة ثبت وهو رأس الطبقة الرابعة، مات سنة 110 و100. النضر بن أنس بن مالك الأنصاري أبو مالك البصري، مات سنة 110 و100. بشير بن نهيك السدوسي أبو الشعثاء البصري ثقة من الثالثة. أبو هريرة الدوسي الصحابي الجليل حافظ الصحابة، اختلف في اسمه واسم أبيه على أقوال، أشهرها عبد الرحمن بن صخر، مات سنة 57 وله 78. نعم، من يذكر لنا لطيفة من لطائف هذا الإسناد؟ إسناده بصريون. اثنين فيه رواية التابعي عن التابعي. إذن فيه رواية ثلاثة من التابعين بعضهم عن بعض. الأول قتادة بن دعامة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك، حيث أن قتادة روى عن أنس بن مالك، والنضر بن أنس روى عن أبيه أنس بن مالك وزيد بن أرقم عبد الله بن عباس. نعم، فإذا فيه رواية ثلاثة من التابعين بعضهم عن بعض، لكن هنا يقولون جرير بن حازم روايته عن قتادة فيها ضعف، فكيف الإمام البخاري ذكرها هنا؟ جرير بن حازم في روايته عن قتادة فيها ضعف، فكيف أخرجها الإمام البخاري؟ تفضل. إذن الإمام البخاري ينتقي من رواية الضعفاء. الضعيف بالتعبير السهل معناته هذا الشخص عنده علامة من 10، 3 من 10، ففي 3 أحاديث عنده صحيحة والسبعة شماله ضعيفة، فيأتي الإمام البخاري فينتقي من 10 هذه 3. طيب كيف عرف الإمام البخاري هذا الانتقاء؟ كيف عرفنا؟ ليس احنا نتكلم عن التدليس، نتكلم عن الضعف. كيف عرفت؟ في الرواية السابقة الذي رواها مسدد عن دويرة عن أسماء. لا، هذا ما إلى خاص في الرواية عن قتادة. هنا رواية، هذا منهج الإمام البخاري. طبعا المعاصرون في هذا الزمان عندهم مشكلة ويتجرؤون حتى على صحيح الإمام البخاري، فعندما يدرسون مثل هذا الإسناد يقولون جرير بن حازم ويذكرون فيقول وهذا، يقولون وهذا إسناد ضعيف فيه جرير بن حازم في روايته عن قتادة ضعف وهذا منها، فبالتالي الإسناد ضعيف، فالحديث في البخاري ضعيف. هذا ما يفعله من؟ المعاصرون الناشئون. هذا لا يصدر من طالب علم قوي أو عالم، فضلا عن عالم، لأن الإمام البخاري أخرج نفس الحديث من طريق آخر، من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة، فتبين أن الإمام البخاري ينتقي من حديث جرير بن حازم، فتابعه سعيد بن أبي عروبة رواية رقم 92 و400 و2000 و27 و500 و2000. إذن في متابعة سبقت عند الإمام البخاري، فبالتالي هل الإمام البخاري
يقول بحجية المتابعات؟ الجواب نعم. فهذا من الأمثلة العملية على أن الإمام البخاري يقول بحجية المتابع. المتابع اشتراك التلاميذ في الرواية عن الشيخ.